شركان كراي دي سوغي مادين ودياشن وحقرات كن يسيدو كالي دان يردن كسوچي دا قبل كتوك دي رايا وحي عبشو بلادن اي كم موچيين حكونا ريد دي محكمة دا سري سومالي لان ودياشن يو وحقرات كنو هاد لال كاسي كسوچي دي وحي حكومة دا سومالي لان يلامها عدالة دبا يغو باقين ان حكوم كاسي دي ويغيس لغو سمييو وغورنت وحال كاسي دا لكسوچي دي اي قريا قان مدح بنان مختار عبدالله ساهد وانا كان يسوغو كهالي كيس كاسي وحال مالت كهالي يا داود أضف لهم كسر الجلاد لي ويدي وأنا وافق سنين طاب كي يحلو قرصو كذي مال لبا عند الغوص فينكرين وحلا قح بعضه عقون تيل معبدي فارح يقولنا عكلو تيل معبد الله داود أسوأ حد عضه ومحكمة الجبل كتقول يركن عضه لبا كوني يكودي لبا كوني يكودي ولا مات عندنا أمبير تمق هذا بعودي عين كاهد أيوة وحلا سوى عمري وحاي بركل الدوري لما كوني طبنكي إن دعودي دبلا بلابا وطبنا سنقول بقول حياة قدومي محكمة الجبل كمر كاو أوض وحري دعوده سوف تؤدي هرا محكمة دوجاني وقو عنو قصوا بح وقصة حصلا لما كوني عشان يطبنكي وقدرنا شن سنقول بقول حياة أي أمر محكمة السركي ماشي دورا بحلا قصوا عمري لكن دعوت ده هلو بلعبه دي ميلا شريك غبط هلو جيست كلاو دي ياشا سايا وحي فافاينك بحيان كيس كاني يغان اوغو باقي حكومة دي سومالي لان يلامها عدالة دا ان وحلقة قبطو كيس كاسو يكو تلمامين ميت عدالة دا راه واسده هاد الكو دو ديگانا وحن الدولة دا ايا مدح دا ايا محكبة دا بيسو جيدنا عباشو طول مي فتحي وانا لغو قاضي طول مي قا فتحي وانو حميلي ويني وحوليكي هاد الكنسوكو ذكريو كون يلي يالي حاكيكا وحنو لاني محكبة دا هايستا قرصة المحكمة ده تكتات على شبه يساهي إيه كسر مرخاتي تاجن له الله يركو يستيله قرصة توسك قمد عليه بفتاك طوال العاقي حقيقة وحن وقعوا سنة أهرمها يندوبه إيقا وحوهي أهرمت المدل دير أي سوس عطي إلا يا إنت أي سوس عطي وحن لا يهي قدومي محكمة ده سريع هذا الحاج علي وعطاهي نين قرصو قاضي إنتي حلكا أضغبتي عدالة ده دلك رونهان تين آدي آد با يعني لقوقو بوغي وناقا إيه هرمركات كسب الساعة عدالة ده وحسن نصيب درعة أرنتن أما بيرتن لسكو هيو إقديا دي دي مكان كهال لينو مدد تبصنا كهر أيا تشاج مكيدو دعي لبا قربي محكمة دو هاي نو إعلامي سي أو حكم كيو دعي مرصدحات كان يمكن وحوية والله صور هاي قدومي محكمة سري وحلو شيقنا إيا دمان حيادها عدالة دا أوردن إيا خسية إيا حيادها أمنيقا قابل سان أوردن فضلا عليك وحانو كاعد سانينا إن أد سيد دق دق أد أرنتن قعانتا أدوكو قبطو أنا waxaan cadeynayaa in maxkamadda sare markii burca ay soo gashay in go'aanka gobolka Todol gudhiisa in lagu gaaray ay maxkamaddu intaan soo saarin ayaa waxaan arkay oo maxkamaddu aan ugu galay in ci kale aanu sahaynay oo qol lagu la jiro oo lagu leeyahay hawshi miyaanan ku soo dhameeynin ayaan ugu galay qol oo qofkii kaleena uu leeyahay wadi soo dhameeyseen magacayga ayaa khadana ii saxa ayaan anigu goobjoog aanu saha gudoomiye maxkamadda sare waxaan ku asareynaa inu hawsheeda ay arkayaga uu dib u eego hadaanu lahayn qaranka dhan ee halka taag toban dulmi baanu ka hadlayna beer toban sano hortay la xukumay oo hadana la soo celiyo oo hadana la xukumay waxaanu leenahay hadaan maxkamadda tihiin iyo laamaha dawladda iyo amniga qaranka cadaalad darraanu halka ka tirsanaa imikana waxaanu leenahay arinkaas waa arin khalad u dhacay gudoomiyaha maxkamadda sare hadii aad tahay aadan xajacali arinka waxa laga qabto hadii degdeg wax looga qaban waado heertayadana cadaalad darre geesta kale mar aanu isku dayneynaa in la xiriirno mas'uuliyiinta maxkamadda oo arintaasi wax ka weydiino ayaan ino suurtagelin wa Khalid Bakayle Fogaanaha Xorta Star TV Burco